حسيت بده من كتابتك في مقال ما أحلى الرجوع إليها في الشروق، المقال الأول بعد غياب، حسيت بحالة الصمت رغم الصخب اللي حولك، لكن صمت المتأمل، وكأني أشتم من بين الكلمات حالة مراجعة للنفس كانت طويلة هذه المرة. ماذا كان صحيح في هذه المراجعة؟ صحيح. شوف، عارف يا خيري، انت وانت في الغربة، وحتى انا يعني كتبت الجملة من قلبي، ويمكن اول مرة اصيغها بصياغة دقيقة. هو الغربة انت في دار صمت، هي دار صمت أيوة. ابدي مهما كان في دوشة حواليك، ودار الصمت ده بتدي لك فرصة كبيرة ان انت تفكر في امورك الشخصية، ولكن تفكر كمان في الامر العام، وبتتعرف على حبك لبلدك بطرق جديدة، وبتتعرف على شوقك لبلدك بطرق جديدة، وبتتعرف على ايه اللي فارق معاك. يعني انا دعوة الشروق ليا معناها ان انا ارجع اكتب في بلدي، وارجع انشر في بلدي، وارجع اتفاعل مع القراء في مصر، القارئات والقراء، ان انا ارجع لتفاعل مباشر معاهم بدون وسائط، ودي مسألة كبيرة جدا. فانت بتتأمل في حبك لبلدك، بتتأمل في ماذا لديك لتقدمه للإسهام في تنميتها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، نعم. ماذا لديك لتقدمه في التقييم الموضوعي للأمور، لأن الأمور لا كلها أبيض ولا كلها أسود، ولكن نعم. أنك أنت تقول حدثت إنجازات في مصر، في إيجابيات اقتصادية واجتماعية، في عثرات اقتصادية واجتماعية، في تقدم هنا وتأخر أو تراجع هناك، وبالتالي أنت بتشتبك بس اشتباك ده بيحصل بناء في كل وموضوعي. المجتمعات، يعني أكيد أنت طبعا أدرى مني، كل طبعا المجتمعات طبعا فيها جوانب، فيها طبعا نمو طبعا وتطور، وفيه طبعا عثرات، ده طبيعي يعني. مش بس طبعا، والأهم إن داخل الحوار الوطني أو داخل الجماعة الوطنية المصرية يبقى نعم. في حوار حول دفع الإنجازات والتقدم الذي حدث إلى المزيد من الخطوات للأمام، ومراجعة الأوراق المختلفة من داخل الجماعة الوطنية المصرية، كيف يمكن تجاوز العثرات اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، بالإضافة إلى أن الظرف الإقليمي والعالمي أهم من ده، هو ظرف صعب جدا. إحنا خارجين لسه، ما خرجناش يا خيري من نعم. جائحة كورونا لمدة سنتين بكل تداعياتها الاقتصادية طبعا. والاجتماعية، دخلنا على الحرب الروسية على أوكرانيا بتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية، شبح الكساد العالمي، ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الغذاء، وكل ده له تداعيات مباشرة علينا في مصر، وهي بالتالي لحظة للتفكير المشترك، لحظة للتأمل المشترك، وجزء منها الخاص هو مراجعة نفسي. أنا شايف إن عليا وأنا راجع لمصر إن شاء الله، وللمشاركة في الحوار الوطني وللتواصل، لاستعادة التواصل معاكم كلكم، هو إن عليا بعد غياب إن أنا فعلا أكون في مكان الصامت المستمع المنصت، ثم يأتي بعد ذلك الحديث والإدلاء بالرأي. ولكن إن أنا أقول لك إن أنا عارف كل حاجة، هبقى أنا بضحك على نفسي، وهبقى أنا الموضوعية اللي أنا بدعيها ما مش مقربة مني.